سالي، وصلنا لمساحتنا وهي مساحة إبداع، ورح نحكي اليوم عن كتاب جديد قاسية، هي طريق الجلجلة، طريق رسمت بدماء آلام مبرحة بمر أوجاعه لتصبح درب الخلاص. طريق الجلجلة عنوان لقصة قصيرة حازت على الجائزة الذهبية الأولى بمسابقة حكايتي. طبعا الكاتبة اللي خططين حسكور، يسعد صباحك وإن شاء الله ألف مبروك. تسلمي، الله يخليكي. صباح الخير. صباح الخير لك كارولين، كيفك؟ الحمد لله، نشكر الله. يعني وقت نحكي نحن عن الإبداع وخاصة بزمن الحرب وهو الألم، ولكن دائما الكاتب مثلك أنت بيعطي من قلبه ومن روحه. بداية نحكي عن تجربتك، البداية اللي شجعتك لدوني القصة طبعا بوثيقة وطن نحن ما بننسى، وهي مشاركة كثير مهمة وقدرتي تتوسعي فيها وتكتبي قصص من قلب الواقع بنطاق أوسع وأكبر. تفضلي. هلا بدي أعطي توضيح. تفضلي. أنا ماني كاتبة وأنا مو قصة كاتبة. أنا كاتبة. بنقول كاتب لأي حدا بيكتب حتى عبارة من أجل الوطن، فأنت كاتبة حكاية. أنت أكيد كاتبة. أنا كاتبة حدث، أنا شاركت بحدث أكيد. أنا عشته أكيد. وكل السوريين عاشوا، اللي هو طريق الجلجلة. صحيح. كلياتنا عشنا هذا الطريق، وكلياتنا تأثرنا فيه، وكلياتنا ضحينا، كل مين على قده. التضحيات بتكون بقى بالمستويات. صحيح. كل واحد نسبة من التضحية. ولكن أنت وثقتي وكتبتي. أنا وثقت الشيء اللي صار معي أكيد. يعني أنا وثقت عن مرحلة نحن عشناها بمحافظة الحسكة، اللي شفنا فيها داعش لما دخلت على القرى الآشورية وتم اختطاف العالم. نعم. اللي موجودين فيها، اللي هي كانت ثلاث قرى. وثقت هذا الشيء، وكانت عائلتي أنا من بين هالعائلات المخطوفة. يعني عائلتي كاملة اللي مؤلفة من جوزي وبنتي صبية وابني وعمي وكل أهل قريتي. أنا هذا الشيء اللي وثقته، أنا من قريتي كنت أنا الناجية الوحيدة. فقدرت أني أنا أعيش الحدث من الخارج، وشفت أنا أنه التاريخ شلون هو كتير مهم. يعني الآشوريين بالعراق تهجروا بسنة 1933 على سوريا، وبال 2020 تم تهجيرهم مرة تانية على نفس الإيد وبنفس المنهجية، ولكن صار في عليها تطوير. من 33 لل 2020 صار في تطوير بالمنهجيه، يعني ولكن نفس الاداه ونفس المنهجيه ونفس الاجنده اللي كانت عم تشتغل استمرت، انه هي تفريغ المنطقه من ناسها من سكانها. وبالفعل هلا 36 قريه اشوريه موجوده على ضفاف نهر الخابور هي فارغه من سكانها للاسف، ما عاد فيها حدا. يعني النسبة المئوية بس 1065 نسمة متواجدة من الآشوريين في محافظة الحسكة بقرية تلتمر. نعم. فتخيلي أنت هذا الضياع للهوية، للجذور، للأثار. ما رح يقدروا مدام كارولين، ما حيقدروا قد ما استمر الظلم خلينا نقول والإرهاب، ولكن دائما الحق يعود لأهله. هدول الأماكن هي سورية بامتياز. يعني أكيد سالي، وخاصة أنه يمكن مثل ما قالت هي كتبت حكاية واقعية، يمكن تكررت بأكثر من منطقة سورية، سواء بأرياف الغوطة، بريف اللاذقية الشمالي، أيضا خلينا نقول بالحسكة. مثل ما بنعرف يعني دائما في مناطق تضرب لتضرب الجذور والانتماء، لكن دائما كل بيت سوري كان عم يعيش حكاية صمود وتضحية مثل ما قلتي بمنظوره الخاص. اليوم أنت ترجمتيها لواقع يسقط على كل الجغرافيا السورية. خلينا نحكي، هل ممكن هناك المزيد من الحكاية الواقعية ممكن أنت ترجميها لحكاية؟ لأنه نحن بهاي المرحلة لازم نوثق ما حصل مع الشعب السوري 100%. خلينا نبلش من كلمة نوثق. أنا وثقت الحدث اللي أنا صار معي واللي حدث أنا عشته وشهدته. نحن وثقنا بمؤسسة وثيقة وطن لأنه هي مؤسسة تعنى بالتأريخ الشفوي،
يعني انا هلا لما عم بقول لك اجدادنا اللي تهجروا من العراق كاشوريين، واللي اجوا بالسبي، واللي اجوا بالمذابح من تركيا، مذبحه المليون شهيد، هي بحقيقه مليون ونص شهيد، ولكن كان فيها الارمن والاشوريين والكلدان والسريان. لو تأرخت وتأرشفت كان هلا كلياتنا عرفنا قصار واشعاشه اللي قبلنا. فنحن هلا عم نأرخ تاريخنا نحن الحديث اللي نحن عشناه بيتم اصحاب الحدث اللي عاشوا واللي لمسوا. نعم. فهذا الشيء رح يبقى للاجيال القادمه. فاكيد في كثير قصص وفي كثير حكايا، ولكن مو انا اللي بدي اخط حكاياها، اللي عاشها اكيد من منبركم هو رح يخطها ويشارك فيها ويعيشها. اكيد. يمكن هاي خلينا نقول توثيق الحاله اللي عشتيها او الحدث اللي عشتيه هو صادق بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، لانه انت شفتي، ولكن انت حكيتي كلمه انه التاريخ الاسود عم يعيد كان نفسه، ولكن بادوات مختلفه. الارهاب نحن عشناه ايضا، ومثل ما ذكرت زينب بجميع المحافظات السوريه، ويمكن كل محافظه لها خصوصيتها والى تاريخها والى تراثها والى عالمها وسكانها، ولكن مثل ما عم نشوف بعد التحرير عم نشوف كثير عالم رجعت، يعني باقت محاولاتهم بالفشل، يمكن رح يندحروا وهلا رح يندحروا اكثر، ولكن نحن منوثق مثل ما قلتي لنورجي الاجيال التاريخ اللي مرق علينا، كيف كنا وكيف وصلنا، ويمكن استرجعتي التاريخ الماضي قبل، يمكن وقت انت عم توثقي رجعتي للتاريخ الماضي اللي كلنا احيانا ما بنكون فايتين بهيدي التفاصيل تبعه لنقدر نحن نوثق هيدي الحكايه. بعد توثيقك هيدي الحكايه كيف لقيتي يعني التفاعل مع الموضوع؟ اكيد كلنا نحن متفاعلين مجرد ما نحن سوريين. اكيد، يعني هو لمجرد انه حدث صار كلياتنا مثل ما قلتي بنتفاعل مع بعضنا، لانه نحن بنبقى سوريين، بنحس ببعض، ألمنا واحد. انا التفاعل شفته من اول لحظه، يعني انا كان في اصدقائي واهل البيت ما تركوني، يعني كانوا معي من اول لحظه ومن اول دقيقه هن معي. المجتمع اللي كان حوالي كان كله مأيدني، اصدقائي أكيد. بالعمل، الجيران، المجتمع، المكان اللي انا بشتغل فيه، فكلياتهم كانوا داعمين لي لاني انا امشي بمسيره صمودي واكون قويه لاتخطى هاي المرحله ولينتهي طريق الألم بولادة جديدة إن شاء الله. كارولين، بالختام، أهمية دور وثيقة وطن بتوثيق القصص الإنسانية ونشرها، وأنت حصلتي بمسابقة حكايتي للقصص الإنسانية على المركز أو الجائزة الذهبية، قد ايه بيعني لك وقد ايه مهم دور وثيقة وطن بهذا الجانب التوثيقي؟ كثير مهم إنه نحن عم نعطي لمؤسسة وطنية، عم نعطي الشهادة، والشهادة مانا فقط شهادة مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية، لأنه نحن وثقنا بفيديو، نحن عم نحكي واقعنا بتفريخ كتابي، بتفريخ شفهي، ولكن كان التفريخ تبعنا مقترن بوثائق، يعني مشان لحدا بكرة برا يجي يصير ملك أكثر من الملك. نحن السوريين نحن فقط اللي بحق لنا نكتب تاريخنا، نحن فقط اللي عشنا الألم، كل واحد من بيناتنا عاش الألم بطريقة وإلى نسبة وتناسب، كل شخص من بيناتنا هو بيقدر يكتب ويوثق تاريخه، ما في حدا بيقدر يكون ملك علينا. 100%. نحن فقط اللي برا ما له شيء عنا، هذا التاريخ بده يبقى تاريخ على مر العصور، بده يصير مخطوطة حتى لو مر علي الزمن. أكيد. مثل الأثر بيقولوا كل الحكاية بتنتهى بنهاية حزينة، ولكن نحن حنوثق بنهاية هالقصص كلها اللي عشناها النصر، بده يكون موثق ايضا نصرنا نحن على كل هالارهاب، اكيد بفضل كثير عالم، واولهم هن رجال الجيش العربي السوري، هن بفضلهم نحن بلشنا، او خلينا نقول بطريق الخلاص. يمكن هيدا الازمه الاقتصاديه هي تبعات للحرب، وهي حاله يعني ما رح نقول هي عاديه، هي طبيعيه بعد
أي حرب، ولكن مثل ما قلنا الوثيقة هي حتكون نهايتها هي النصر. شكرا لوجودك معنا كارولين. شكرا لكم. نتشكرك أيضا على التوضيح. شكرا لكم. بس بالنهاية بحب بس أني أضيف شغلة، كل دم من سفك، أنا واحدة من الناس كان أعتبر أنه جرحي أكبر جرح وألمي أكبر ألم، ولكن مع كل نقطة دم نزلت على الأرض من الجيش أو سواء من الشهداء اللي هن ضحوا بدمائهم كرمال نحن صمودنا، حسينا حالنا قدي نحن صغار، وكل واحد بيشوف ألمه هو أكبر ألم. في ناس كتير شاركت بقصة حكايتي، هذا الشيء أنا تابعته بالتفاعل وما كانت هي فائزة. أنا بحب أقول لهدول الناس، أتوجه كمشاركة لمشاركين تانيين، أنه الفوز ما نفوز بجائزة، هو نحن جينا اللي جمعنا هو التوثيق. نحن بدنا نحكي توثيق، نحكي واقع نحن عشناه، نحكي حدث، فكلياتنا نحن رابحين. الجائزة بهديون إياها بكل تواضع، ما عب صدر شيء يعني، بس كلياتهم فائزين. بس ارتقت الظروف انه لازم تتخصص الجائزة لثلاث أشخاص من كل. نعم كارولين، يعني مثل ما قلتي اللي بيشوف بسوريا حكاية غيره بيقوى بحكايته، نحن عكس العالم كله بنقوى ببعض، وأكيد بنكمل لبعض بكل شيء، عايشين نفس الوجع نفس الفرح نفس الألم نفس الحزن، إن شاء الله النهاية تكون نهاية نصر يا أكيد. رب وهيك للكل تكون يعني ترجع لهم هيك شوي من الأمان، إحساس النصر بيرجع الأمان لكل العالم. تمام. شكرا لوجودك معنا مرة ثانية. شكرا لاستضافتكم. شكرا لك.